أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أرجو أن توضحوا لنا الحياة البرزخية، وهل حالهم مثل حالنا في الحياة الدنيا، ولماذا سميت بالحياة البرزخية؟ الحياة البرزخية حياة في القبر، هذه الحياة البرزخية، وهذه من أمور الآخرة لا يعلمها إلا الله، تختلف عن الحياة في الدنيا. الحي في الدنيا يتزوج، والحي في الدنيا يصلي ويصوم ويبيع ويشري، أما الحي في القبر فلا يعمل شيء من هذه الأمور، تتزوج امرأته ويورث ماله ولا يسأل عن شيء. يختلف الحياة في البرزخ تختلف عن الحياة في الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره كغيره من الأنبياء، وما كانوا يذهبون إليه ويسألونه ويستفتونه ويشاورونه في الأمور مثل ما يوم كان على قيد الحياة. نعم.